نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. جربي طبق الجبنة والفاكهة المجففة اللذيذ اليوم. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى جبنة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. ابدأي بسكب الفستق المطحون في طبق تقديم صغير وافعلي الشيء نفسه مع اللوز المحمص المطحون. ثم قومي بعصر كمية سخية من جبنة كرافت كريم القابلة للدهن في وعاء تغميس. ضعي الإناء المملوء بالجبنة على طبق جنباً إلى جنب مع أطباق تقديم المكسرات ووزع الفاكهة المجففة حول الأطباق للأكل. غمس الفاكهة في الجبنة وغطيها برشها بالمكسرات المطحونة. ستجدين وصفة طبق الجبنة والفاكهة المجففة اللذيذ هذا على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لتستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.